تقريبا في ناس كتير اصلا غايبه. كويس ان احنا لسه ما بداناش اصلا في المضاف اليه. لما يقول لاصلبنكم، يعني هيصلبهم، يعملهم بطريقه معينه، يربطهم، يعني لاصلبنكم في جذوع النخل. ماشي، في فرق بقى ان هي على جذوع النخل او فوق جذوع النخل او في جذوع النخل. في هنا كانه حربطهم جامد، يبقوا اكنهم هم وجذع النخله واحد. فاهمه؟ زي ما تجيبي حاجه كده وتحطيها فوق حاجه سنج وتروح ضغط عليها جامد تدخل جواها. فكده ايه؟ فكده معنى فيه. تمام. معنى ايه؟ معنى دقيق شويه. فهمتي؟ المعنى الفرق ما بينهم هيبقى ايه؟ دقيق شويه، ان هو في جذوع النخل هيربطهم جامد لدرجه ان هو اكنه دخلهم جوه جذع النخل. من كتر ما هو ايه؟ من كتر هو ربطهم جامد. ده دليل على الايه؟ على الشده يعني، وان هو هيعذبهم عذاب شديد. طيب افتكرنا الظرف، بس في معلومه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي بقى؟ المضاف اليه ليه اعداء، لو صح التعبير يعني. لو لقينا كلمه مفرد في اخرها تنوين، كلمه مثنى في اخرها نون، كلمه جمع مذكر في اخرها نون، مش هلاقي بعديها مضاف اليه ابدا. يعني لو لقينا اسم منون في اخر تنوين، يبقى مش هلاقي الكلمه اللي بعده مضاف اليه. لو لقينا مثنى او جمع مذكر في اخره نون، يبقى الكلمه اللي بعديه اكيد مش مضاف اليه. لان بمنتهى البساطه التنوين مثلا ساعات بيسموه تنوين العوض. عوض عن ايه؟ تعويض عن المضاف اليه اللي ما جاش. فبالتالي شفت تنوين، يبقى معنى كده ان مفيش مضاف اليه. ماشي، يعني لو في ظرف زي شمالا، فجرا، مساء، ليلا، ما بيجيش بعديها مضاف اليه، خلاص يبقى حاجه فيها تنوين سواء ظرف او غيره، ما فيش بعديها مضاف اليه، خلاص الموضوع منتهي. ديت حاجه ايه؟ وانت مغمضه. نفس الحكايه لو لقيتي مثنى في اخر نون، جمع مذكر اللي هو زي مصريون مثلا، جمع مذكر في اخر نون، برضو ما فيش بعديه مضاف اليه. يبقى التنوين والنون بتاعت المثنى وجمع المذكر مش اي نون، يعني مثلا النون بتاعت كلمه مؤمن مثلا او ايا كان الكلمه اخرها اصلا نون، لا انا بقول لك النون بتاعت المثنى او جمع المذكر والتنوين بتاع المفرد، دولت لما تلاقيهم مفيش بعديهم مضاف اليه. بيفكرنا قبل ما نبدا كمان في المضاف اليه بالاسم والفعل، ولسه برضو احنا كنا فاكرينهم، والنكره والمعرفه، وهنبينهم اكتر. هنا بقى بيبدا ويقول لي يعني ايه اصلا كلمه مضاف اليه. لو تاملنا كده اسم مضاف اليه، ليه سموه مضاف اليه اصلا؟ زي ما تاملنا مثلا المبتدا، ليه سموه مبتدا؟ عشان اسم ابتدوا بيه الجمله. طب المضاف اليه ليه سموه كده يعني؟ هل مثلا راح حاطين اسامي في ورق كده وحطوه في بوله واختاروا كده؟ اه لا، ده هنسميه مضاف اليه زي ما بنعمل احنا مع الاطفال الصغيرين. اكيد مش ده اللي حصل. هو اكيد سموه مضاف اليه لسبب في تعريفه نفسه. فاحنا لو عرفنا ليه سموه مضاف اليه هنستريح اكتر. ها تفتكر انت ايه ليه سموه مضاف اليه؟ علشان هو بيتضاف للجملة، يعني حتى لو اتشال من بيتضاف. الجملة اه هيبقى هو مضاف. ايوه، هو بيتضاف بس مش للجمله. بقى بيتضاف لايه؟ بيقول لك مضاف للكلمة. اليه. انت عارفه لو للجمله كانوا سموه مضاف اليها، صح؟ للكلمة. للاسم اللي قبله فسموه مضاف اليه، بيتضاف للاسم اللي قبله عشان يعمل ايه؟ عشان يعرفه، يشيل الغموض عنه. زي ما قلنا كده، قلم، اعطني قلما، قلما كده يبقى انا ايه؟ ما حددتش، فانت في غموض، فانت رحت ايه؟ مدياني اي قلم وخلاص. انما لو قلت قلمي او قلم محمد، قلم فلان، يبقى انت كده ايه؟ حددتي اكتر. فبيقول لي ما هو المضاف اليه؟ ده اسم بيشيل الغموض عن الاسم اللي قبليه. احنا ضفناه للاسم اللي قبليه لسبب، مش كده وخلاص. بيضاف للاسم اللي قبليه عشان يعرفه او يزود تعريفه. عشان يعرفه او يزود تعريفه، يبقى هو عباره عن اسم بيضاف للاسم اللي قبله علشان يعرفه. فلذلك بالعقل الاسم اللي قبليه لوحده كده من غير المضاف اليه هو معرفه؟ اكيد لا. طب ينفع يكون معرفة؟ ينفع، بس ديت حالات نادرة انت ما فيش عليها، خصوصا في اولى اعدادي. ديت بقى ايه؟ انا بقول ان هي تنفع علشان ما يجيش مدرس تاني
يحب يعني يتفزلك يقول لك لا تنفع ويجيب لك امثله بقول لك تنفع، بس حالات نادره ومش بتاعت اعدادي اصلا ويمكن كمان مش بتاعت ثانوي، فملهاش لازمه ان انا اقولها لك. هو الطبيعي بتاع المضاف اليه ان الكلمه الاولانيه اللي هي المضاف اللي هي بتعيش حياتها وتبقى حسب مكانها في الجمله بتتعرب، ممكن تبقى مبتدا خبر فاعل اي حاجه بيشتغلها الاسم، بنضيف بقى ليها كلمه تانية عشان نعرفها، فطبيعي ان الكلمه التانية هي اللي تبقى معرفه. طيب معرفه بايه؟ ممكن تبقى معرفه بحاجه تانية، يعني مش لازم تبقى معرفه بالالف واللام، ممكن معرفه برضو فيها وراها مضاف اليه سواء ضمير او اسم عادي. هنشوف الامثله وان ايه ونوضح اكتر. فبيقول لي امثله: شاهدت حديقه المدينه، ادي كلمه حديقه لوحديها من غير تمام. كلمه المدينه نكره، المدينه عرفتها اكتر وحددت ان هي حديقه ايه، فبالتالي المدينه مضاف اليه. طب المضاف اليه هو ايه حالته الاعرابيه؟ يعني هو مرفوع مجرور منصوب، ايه حالته الاعرابيه؟ حالته الاعرابيه يعني زي مستني ايوه مستني اتفضلي. يعني احنا جبنا يعني مثلا دي حديقة المدينة، إيه لو حديقة كده بقت لوحدها دي نكرة، بس لو جه بعديها معرفة مضاف اليه، حديقة هي كمان بقت معرفة. مضاف اه جه إليه بعديها قصدي مضاف اليه، حديقة المضاف إليها. اليه عرفها، المضاف اليه وظيفته ان هو بيعرف، فطالما الكلمه وراها مضاف اليه يبقى الكلمه ديت معرفه حديقة بالاضافه. ديت بقت معرفة، حديقة بقت معرفة مش ايوه نكرة. حديقه بقت وبعدين نوعها في التعريف ايه؟ نوعها في التعريف هنقول ان هي معرفه بالاضافه، يعني المضاف اليه هو اللي عرفها. تمام. تمام. طب لو انا شلت كلمه المدينه وقلت شاهدت حديقه جميله، جميله ديت هتعرب ايه؟ هتعرب نعت. نعم. شفت بقى الفرق ما بين الوصف وما بين التعريف؟ هنا المدينة عرفت، انما جميلة عملت ايه؟ وصفت. تمام. تمام. واحنا عارفين ان النعت بيقلد، النعت هتلاقي ده نكرة هتلاقي نكرة زيه، ده معرفة هيبقى معرفة زيه، هيمشي ورا اللي ايه؟ ورا اللي قبليه، ما عدا حاجات بسيطة لما نراجع على النعت هنبتدي نركز عليها. تمام. تمام. طيب انا حاسس ان انت يعني فاهمة كويس لدرجة ان انا اقول لك المثال دوت، مثال مش موجود في الباوربوينت هقوله لك شفوي، بيقول لي هذا باب فصل. دلوقتي كلمة فصل ديت هل هي نعت ولا مضاف اليه؟ ايه الفيصل هنا؟ اعرف منين؟ اشوف هذا باب فصل. اشوف كلمة فصل ديت عرفت ولا وصفت، حددت اكتر ولا عرفت. وصفت الباب، عرفت، تبقى اذا هي ايه؟ مضاف اليه. طالما عرفت تبقى مضاف مضاف اليه، إليه. لو وصفت تبقى ايه؟ لو وصفت نعت. تبقى نعت. تمام. النعت من ليه اسم تاني اللي هو الصفة، النعت في ناس بتقول عليه برضو وده صح صفة. بتاع حضرتك سامعني ولا لأ؟ سامع، انا صوتي كويس، تمام. صوتي واصل لك كويس صح؟ تمام خلاص. تمام. طيب انا سامع كويس برضو. تمام. فاحنا لو مشينا على اللي هو ايه، نكرة زائد نكرة يساوي نعت، هنعرف كلمة فصل اللي في الجملة اللي انا قلتها لك هنعرفها ايه؟ هنعرفها نعت، رغم ان هي مضاف اليه. طب هي برضو ايه، نكره زائد معرفه يساوي مضاف اليه. طب ما انا جالي نكره ونكره والتانيه مضاف اليه، انا عارف ان ديت حاجه بتاع يعني مستوى عالي شويه، بس انا عايزك تميزي بطريقتين، حكايه نكره ونكره ومعرفه ومعرفه ونكره ومعرفه، والحاجه التانيه ان انت تتاكدي ان ديت هل هي بتعرف ولا بتوصف، يبقى معاكي تمام. الاتنين علشان تتاكدي، مش بحاجه واحده. تمام. عشان التركات ديت اللي بتفرق بعد كده، خصوصا مثلا ايه في ثالثه اعدادي، ثالثه اعدادي اللي بيميز طالب عن طالب بيجيب مثلا درجه نهائيه مش بيجيبش درجه نهائيه وبيقع في بعض التكات وفي اسئله المستويات العليا، الحاجات اللي زي دي الطالب فاهم ولا حافظ، حافظ القاعده وبيطبق كده عمياني ولا فاهم والتكات ياخد باله منها، هي دي اللي بتفرق طالب عن طالب ومجموع عن مجموعه. تمام. تمام. فاللي احنا بنتكلم فيه ده التأسيس للمستقبل. أحب طلب العلم برضو زي اللي قبليها، حدد
كنت بقول ان المضاف اليه حالته الاعرابيه زي حالته النفسيه بالظبط. يعني ايه الكلام دوت؟ انا قاصد ان انا اقول لك يعني الكلام فيه شويه هزار علشان تفتكريه. المضاف اليه الكلمه اللي قبله اللي هي المضاف اللي هي شغاله اي حاجه، هي مش شغله بالها بالموضوع ده، هي في الاستخراج بس مضاف، انما المضاف اليه هو مضاف اليه في كل حاجه، واعرابه مضاف اليه، وكل عيشته مضاف اليه. المضاف اليه متجرجر ورا الاسم اللي قبله في كل حته، متجرجر دي حالته النفسيه، متجرجر في كل حته ورا الكلمه اللي قبليه، لان هو كل وظيفته ان هو يعرفه ماشي في اه اي جمله عايز ايه، عايز يعرف اللي قبليه. فعلشان كده هو حالته الاعرابيه ايه، دايما مجرور. مش هو متجرجر في كل حته ورا اللي قبله، اه فبالتالي هو حالته الاعرابيه زي حالته النفسيه زي حالته الاجتماعيه، ان هو متجرجر يبقى هو مجرور. ماشي تمام. تمام. برضو كثيرة الأوراق، أدي كده. هنا بقى ظرف، يمشي القائد بين الجنود، بين ده ظرف والجنود مضاف إليه، بين ظرف والجنود مضاف إليه. خلي بالك بين وبعد يمشوا ظرف مكان ويمشوا ظرف زمان، ازاي الكلام دوت؟ بين وإيه؟ وبعد مثلا على سبيل المثال في ما بعض ظرف الظروف مكان. زي بين وبعد لا يمشوا كده ويمشوا كده. لا بين ظرف مكان، بعد وتمشي، ظرف زمان. طب اقول لك امثله وانت هتقتنع دلوقتي. لو قلت لك سأكلمك بعد الحصه، يبقى بعد هنا ظرف زمان ولا مكان؟ مكان بعد زمان، سوري. الحصه زمان. طيب لو قلت سأقابلك بعد محطة المترو، يبقى مكان شفتي بعد تنفع الاثنين ولا لا؟ تنفع على حسب الكلمة اللي جاية بعديها. على حسب الجملة اللي هي جاية فيها. هنا بينت ايه؟ بينت الزمان تبقى زمان، بينت المكان تبقى مكان. نفس الحكاية بين، لو قلنا بين الجنود تمام. أنا مثلا قلت لك ستكون الحصة بين السادسة والسادسة والربع، يعني إيه ما بين ستة وستة وربع؟ تبقى حددت الزمان، تبقى ظرف زمان. تمام. يبقى بعض الظروف تنفع كده وتنفع كده حسب الإيه؟ حسب الجملة. وهتلاقي في لغات تانية برضو في كلمات بيتغير معناها كتير حسب الجملة، زي شبه الحاجات اللي عندنا دي، الظرف وكده. تمام. دي المثال رقم خمسة، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان لازم في المثنى لازم احذف النون طالما احط المضاف اليه. بقول لمعت عينا، المفروض عينان. لو قلت عينان يبقى انا مش هجيب مضاف اليه، انما علشان بس اجيب يعني المضاف اليه شلت لو النون. كتبت لمعت عينان الكتب غلط، مش هتبقى الجملة صح، مش لان تنفع، عشان الكتب جمع وعينان ديت يعني مثنى لا أنا أولا مش القطط، هي القط، هو قط واحد. اصلا. معلش هي فعلا. الغلطة مش في كده، الغلطة إن القاعدة بتقول إن أنا بشيل النون لما بضيف مضاف إليه ورا الكلمة المثنى، ونفس الحكاية في جمع المذكر، بشيل النون فأقول معلمو المدرسة، أقول مثلا أي بقى مذكر سالم هنحط وراه مضاف إليه. ممكن اقول معلمي تمام، نفس الحكاية لو معلمي جربتها نصبتها، أو رأيت معلمي المدرسة، سلمت على معلمي المدرسة، رحت كده في الصيف وقعدت أسلم على يعني المدرسين بتوع المدرسة. مش هتفرق قوي لو حطيت ألف أو ياء. لو حطيت واو ونون، ياء ونون، كده كده لازم أشيل النون طالما أحط مضاف إليه، مضاف إليه مكان النون. حطيت النون يبقى مفيش مضاف إليه. نفس الحكاية في المثنى، تمام. قلت عينان او عينين يبقى مش هحط ايه، مش هحط مضاف اليه. طب شلت النون اعرفي ان اللي وراها مضاف اليه، وديت حاجه تعرفي منها ان في مضاف اليه. في حاجات سهله بطلع منها المضاف اليه، يعني مثلا بعد الاسماء الخمسه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي اب واخ وحم وفم وزو، بيجي وراهم ايه؟ ده من شروطها أبا اصلا ان يجي حمد فوزو.
لازم يجي من شروطها ان هي تيجي وراها مضاف اليه. يبقى انا ادور عليهم او لقيت واحده فيهم يبقى هلاقي وراها مضاف اليه، بس خلي بالي ان هو ممكن يكون ضمير، فما خد فاخد بالي ان هو الضمير مش الكلمه اللي بعده. ماشي، في ناس بتاخد الكلمه اللي بعديه وتنسى ان هو لازق فيه ضمير مثلا. تمام. رقم 6 بيقول لي اتقن عمال المصنع عملهم. ادي يعني امثله متنوعه على الايه، على نفس الموضوع، بيبين اكتر ازاي المضاف اليه بيزيل الغموض. ادي مثلا ديت ورقه، انا مش عارف ورقه ايه، اتحطت قدامي مقلوبه، قلبتها طلعت ورقه الامتحان، يبقى الامتحان ديت هتبقى مضاف اليه. كلمه فوق، انا مش عارف فوق فوق ايه بالظبط، فبينت الكلمه اللي بعديها وحددت وقالت المنضده. بعض، وبعض من الكلمات ادي برضو حاجه بسيطة تعرفي منها المضاف إليه، إن كلمات زي بعض وكل وجميع أشهرهم الثلاثة دول، في زيهم كتير، غالبا بيجي وراهم مضاف إليه، لأن هو بيحتاجوا مضاف إليه وراهم يحددهم. يعني بعض لازم تقولي بعض إيه، مش هتقولي بعض وتسكتي. ماشي، كل إيه بالظبط، جميع، جميع إيه، إلا بقى لو أنت إيه، لو أنت حطيتي فيها تنوين برضو نفس الفكرة، لو نونتي يبقى معنى كده ان انت ينفع تعملي ايه، ينفع ما تجيبيش مضاف اليه خلاص، مش طالما في تنوين يبقى مفيش مضاف اليه، احنا متفقين من الاول. نفس الحكايه في النون في المثنى وجمع المذكر. بعض، بعض الجنود، يبقى الجنود مضاف اليه. في تاني غير بعض وكل وجميع، في احد واحدى، خير شر، كلا وكلتا، هو لو لسه هتاخدي يعني لو بعض كده هقول في مثلا التوكيد بعض، لو هقول مثلا بعض، فهقول بعض من الجنديون أو من من الجنود، الجنود. من الجنود. اه شفت انت لما حطيتي تنوين اضطريتي تكملي الجمله من غير مضاف اليه وتقولي بعض من الجنود، بقت جار ومجرور خلاص، حطيت حرف جر. حطيتي حرف جر. او مثلا كلمه جميع لو اتحطت فيها تنوين هتبقى حال مثلا، او مثلا حضر الطلاب جميعا، ان هو كلهم جم مع بعض وخلاص، وسكت كمان مش لازم اكمل بعديه، حضر الطلاب جميعا بقت حال، ما بقتش وراها مضاف اليه ولا حاجه. فكل حاجه انا بستخدمها، كل حاجه سهله انا ببتدي ان انا استخدمها، ببقى عارف ايه الحاجه اللي ممكن يعني توقفها عن العمل. خلاص لقيت ظرف، مش لازم بقى كل ظرف يبقى وراه مضاف اليه، لا، في حاجه اخد بالي منها ان هو ما يكونش فيه تنوين. نفس الحكايه، بعض وكل والحاجات اللي احنا بنقول عليها ديت ما يكونش فيها تنوين. تمام، لقيت كلمة اسم وفيها تنوين أو فيها نون في الآخر وهي مثنى أو جمع مذكر، ما دورش برضو بعديها على إيه، على كلمة معرفة وأقول إن هي مضاف إليه، أخلي بالي من الحاجات دي كويس. الراجل المحتار بتاع تمام. كل مرة شايفاه اللي بيلف تحت دوت، طبعا بيدور على السؤال بتاع كيف استخرج المضاف اليه. انا لما يجي لي السؤال الغلس تحت في رقم ب ويقول لي استخرج، ومن ضمن الحاجات يقول لي هات مضاف اليه، دي حاجه، او يحط لي تحتيه خط وما يقوليش اصلا ان ده مضاف اليه. طيب الاستخراج ازاي، اميزه ازاي؟ اول حاجه ادور على اسم معرفه بعد اسم نكره، يبقى ادور على ايه، اسم معرفه قبليه اسم نكره، اشوفه بيعرفه ولا لا، لازم اتاكد بطريقتين، بيعرفه يبقى ده، يبقى التاني المعرفه دوت هو ده المضاف اليه، هو ده اللي عرفه، هو ده اللي خلاه معرفه. الاسم اللي بعد الظرف الغير منون، اسم بعد ظرف، يبقى الاسم دوت مضاف اليه. الاسم اللي بعد بعض الكلمات زي بعض وكل وجميع وكلا وكلتا واحد واحدى وخير وشر الى اخره، ادي 3 حاجات ادور بيهم على المضاف اليه. لاحظ طبعا هيلخص كل الكلام دوت، بيقول لك المضاف اليه ايه هو، وان المضاف والمضاف اليه الاثنين من الاسماء، ولما اضيف او احط مضاف اليه لازم احذف النون من الجمع والمثنى والتنوين من المفرد. طب لو موجودين يبقى معنى كده ان الجمله ما فيهاش مضاف اليه. يعرب المضاف، المضاف نفسه اللي هو الكلمه الاولانيه ملهاش دعوه، هي في الاستخراج بس مضاف، حسب موقعها في الجمله. يعني ممكن المضاف دوت يبقى مبتدا ما نعربش زي ونقول المنعوت، اه ملوش دعوه، صاحب الحال.
المنعوت وصاحب الحال، اللي هو يبقى زي ما هو عايز. انما المضاف اليه هو شغلانته واعرابه واستخراجه كل دنيته ايه؟ مضاف اليه، لان هو ليه وظيفه محدده. تمام؟ انما التاني هو شغال مع نفسه، هو محتاج بس موضوع التعريف، والمضاف اليه ضافه له، قال له هنعمل لك، هنعين لك اسيست كده يساعدك، يخليك ايه؟ يخليك معرفه. كل ظرف غير منون بيجي بعده مضاف اليه. بعض الكلمات زي غير وسوى وكلا وكلتا وجميع وبعض والحاجات دي كلها بعديها بيجي مضاف اليه. جدول الاعراب دوت مهم جدا، المفروض ان احنا نبقى حافظينه زي اسمنا. ده جدول اعراب الاسم، والمفروض ان هو يبقى اكبر كمان شويه، هيكبر كل مره عن التاني. هنحاول ان احنا ننظمه كده اهوت. اهو طبعا الرفع ضمة، النصب فتحة، والجر كسرة. ده مستر، في هو المخ. حضرتك كده انت بعت لنا الباوربوينت يعني على الجروب وكده ولا ما ينفعش؟ هو أصلا الحصة بسجلها وبنزل الرابط بتاع التسجيل، تشوف الحصة كلها صوت وصورة زي ما احنا بنشرح كده تاني. اه تمام. بعد الحصة على طول هنزل إن شاء الله التسجيل، دوسي على الرابط هيشتغل معاك الحصة تاني زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. يعني السؤال بتاعك ده تسجل اهو. اه تمام ماشي. ماشي. يبقى الرفع ضمة، النصب فتحة، الجر كسرة. ده الايه؟ ده المفرد، وزيه برضو جمع التكسير زيه بالظبط. تمام. جمع المؤنث زيه في حالة الرفع، دي العلامات الأصلية، وفي حالة الجر. إنما بقى في حالة النصب له علامة فرعية. طب ليه فرعية؟ ده الكسرة ايه؟ لا بس مش مكانها، المفروض الكسرة تيجي في الجر، هو هنا مش في مكانها، هنا قال لك منصوب بالكسرة. تمام. طيب تمام. العلامات بقى الغير أصلية اللي هي العلامات الفرعية، قال لي الياء، بص شايفة كل دوت ياء، يبقى المثنى وجمع المذكر بيتنصب ويتجر بالياء. تمام. تمام. وعندك كمان المثنى بيترفع بالألف، وجمع المذكر بيترفع بالواو، والكسرة لنصب جمع المؤنث السالم. وديت أكتر حاجة بتتنسى، أكتر حاجة بتتنسى هي الكسرة اللي بتنصب جمع المؤنث السالم، لأن في يعني معظم الناس مش مقتنعة إن هو بيتنصب وتجر بالكسرة، تروح قايلة فتحة وخلاص، هو ما بيتنصبش الفتحة، ما ينفعش. تمام. في حد لسه بيفكر يدخل؟ ما شاء الله، دي منا، يا منا احنا قربنا نخلص السيشن الاولاني يا منا، هتخش تحل على طول. حاول اعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام، عاش من شافك يا منا. احنا بقالنا يعني خلاص هنخلص الجزء الاولاني من الحصة، هيبقى تفضل لنا انا تلت اسفه ساعة. والله يا مستر، معلش عشان بس النت كان فاصل قطع. بس معلش يعني الجزء بقى اللي فاتك ده، النص ساعة اللي فاتتك ديت شوفيها بقى في التسجيل. حاضر. بعد الحصة على طول هنزل تسجيل الحصة، شوفيها تاني. تمام حاضر يا تمام. مستر. احنا رجعنا تاني على النكرة والمعرفة، واخدنا المضاف إليه. أتمنى أن تكوني فاكراه. نحل مع بعض، لو قدرت تحلي حاجة قولي، حلي مع زميلتك. احنا حاضر يا نبتدي مستر. نحل على تدريبات المضاف اليه، وبعد ما نغير اللينك هنبتدي في جزء الاملاء. تمام يا مستر. ماشي. طيب هنختار المضاف اليه، بيقول لي حب الوطن من الايمان. يلا يا جنى، فين المضاف اليه؟ حب الوطن من الإيمان. مضاف إليه أنهي فيهم؟ أو في أو تمام مش خلاص يعني الإيمان إزاي حب الإيمان ده اسم الوطن مجرور؟ ألف اسم مجرور الإيمان.
الوطن الوطن بس، يعني الوطن بس فقط، الوطن. لان الايمان ديت قبليها حرف جر تبقى اسم مجرور مش مضاف اليه. ما اتكلمناش احنا عن موضوع حرف الجر ده خالص، حرف الجر بيجي وراه اسم مجرور. تمام. برضو من الغلطات الشائعه، انا مش عايز اقول لك عشان ما تلخبطيش، ان ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الجار والمجرور يجي وراهم مضاف اليه. دي مش قاعده، مش ما ينفعش، دي مش قاعده. القاعده هي اللي تيجي على طول، ما بيجيش على طول ان الجار والمجرور يجي بعديهم مضاف اليه. دي مش قاعده، ابقى اكد اهوت والكلام متسجل، دي مش قاعده. تمام. تسلقت قمه الجبل، يلا يا منى، فين المنتصف؟ هتبقى الجبل يا مستر. جميل قوي، نعم. بقول لك جميل كويس. يلا يا جنى، شاهدت أهرام الجيزة. شاهدت أهرام الجيزة. الجيزة. تمام، طيب احنا بعد ما نغير اللينك هنبتدي تاني. فانا عارف ان احنا اخذنا المرة اللي فاتت المفروض الالف اللينة، صح كده؟ انا مش خدناها، بس خدنا فكرة بسيطة عنها يعني، مش هنشرحهاش بالتفصيل. ما علشان كده احنا ناخد فيها حتة كمان، يعني هنشوف بقى الاسماء، هنراجع على ازاي بنعمل الالف اللينة في الاسماء. الآيات اللي هي بداية أولى إعدادي. بصي، قواعد الإملاء هم متقسمة في المناهج، بس هي للأسف الطلبة ما بتهتمش بيها أصلا. فإحنا لما ناخدها كلها هي تأسيس أصلا، ما ينفعش إن أنت تدخلي حتى أي كلية وتتخرجي وتبقي كبيرة وعايز تكتبي أي حاجة تكتبيها غلط في الإملاء، عيب قوي. يعني تكتبيها غلط في النحو ممكن يبقى الموضوع مبلوع شوية، لما تكتبيها غلط في الإملاء ديت صعبة، تبقي دكتورة، مهندسة، مدرسة أي مادة تانية غير العربي حتى، برضو يعني تبقى صعب، يعني عيب، صح؟ لو حبيت تكتبي تمام. شيك في بنك، شيك وتمضي، أو تكتبي حاجة، أو تكتبي الأرقام كده بالحروف، خدت بالك؟ لازم برضو هتكتبيها بالعربي، ولو كتبتيها إملائيا غلط الموضوع هيودي في داهية جامد، هيبقى فيها إحراج.